ميشيل خلينا ما نتأخر على ضيفنا لأنه انشغلته كثير وخصوصا بهالفترة. وهلا حديث البلد مع وئام وهاب. اهلا وسهلا فيك بحديث البلد. شفت الرقصه اللي رقصها؟ عرفت انه سقط بس ما شفتها. لا هديك بدانسينج وذا ستارز. خبروني انه عملتي له ندبه. ايه هلا هو مش سقط بس انه ترك من لا يعني ضاين لا ايه ضينت يعني ميشيل ما سقط مثل ما هديك ايه فادي ما سقط ميشيل ضاين. وهاب انت رئيس تيار التوحيد وزير لبناني سابق وسياسي بينتظروا الخصوم والحلفاء اطلالاته الاعلاميه لانها دائما بتجمع ما بين الاسلوب الهجومي والضحكه وخفه الظل اللي ما بيقدر ينكرها حتى ألد الاعداء. وئام وهاب صراحتك القصوى هي اللي خلقت لك دور او الدور اللي سعيت له فرض عليك الصراحه اللي بتنقز احيانا. لا أنا رأيي الوضع فرض عليك الصراحة، يعني أنت اليوم ما فيك تجي بوضع استثنائي مثل هيدا تحكي حكي بلا طعمة وبالآخر تتجاهل. بس صراحتك استثنائية كمان، يعني الوضع على الكل. بس وئام وهاب دايما بيقول إشي هيك مثل أنا بحكي اللي بفكر فيه ماشي تاني. بحكي اللي بفكر فيه، يعني ما فيي إجي اليوم الوضع رايح مثل ما شايفي انت على رأيي على غموض كبير ما بعرف وين رايحين، وتجي انت تقولي انه لا الامور ماشي والبلد ما في شيء ونحن عم نسعى لمصلحة اللبنانيين. بس هيدي صفة فيك، يعني صفة فيك كانت ولا تزال، يعني هل صراحة هي اللي ميزتك او يمكن او الدور اللي سعيت له يعني خليك فرض عليك الصراحة؟ يمكن 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 لا يمكن يمكن الصراحة هي اللي ميزتني. ايه طبعا يمكن. بس انا مصر ابقى هيك، مبسوط هيك. عم تتمرجل شوي على هالعالم. ليه؟ بشو؟ يعني بهالصراحة. حسب شو؟ يعني حسب وين وكيف؟ يعني انا عندي طبيعة او بحب او بكره. هي طبيعتي، فيش غيرها. عندي طبيعة، يعني هلا بتعرفي يعني جمعة الماضي استقال نجيب ميقاتي، أنا كان عندي رأي من الأول من أول ما إجا. إنه ليش بدكم تشيلوا سعد الحريري إذا جايبين نجيب ميقاتي؟ يعني ما شفت. ما بتلاقي في تميز بين. لا 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 بالعكس. كنت من أول المعبرين عن فرحتك باستقالته على كل حال ليلتها، يعني لأنه كنت من أول ما إجا كنت معتبر إنه ما في ضرورة، ما راح يعطي شيء نجيب ميقاتي ما اعطاه سعد الحريري. هذا رايي. والرزق على الله. بس يعني خلينا نحكي انه هالزلمه يعني ننصف الرجل ونقول انه حاول قدر الامكان انه يكون وسطي ويمتص الامور، وبالاخر لا رضيوا عليه 14 اذار ولا طلعوا راضيين 8 اذار. لانه ما في شاليمون يعني. لا يمتص الامور كان بده يكون او مفخوط الشاليمون او مفخوط الانين. يعني عن جد يعني ربنا سبحانه وتعالى ما بعرف اذا يمكن احتار مع اللبنانيه كيف يلاقي فورمول يرضيهم كلهم سوا. مش هيك، بس انه كمان يعني في انهيار متسارع للدوله بشكل غير طبيعي. يعني لا بده يعمل امن حتى ما يزعل منه ما بعرف كم شيخ بطرابلس، وما بده يعمل شو تما يزعلوا منه هون وتما يزعلوا منه هون. بس يعني بالاخر ما في واحد يشتغل السياسي وما يزعل حدا. ما فيكي، ما بتركب، ما بتزبط. ما بتزبط انه واحد بده يشتغل السياسي بدوش يزعل حدا، بالاخر طلعوا الكل زعلانين منه. بالنسبة للنظام السوري شو بتتوقع؟ حرب طويلة بينه وبين المعارضة. حرب طويلة ما بينه. ما في غلبة لأحد الأطراف على الثاني. ما في إمكانية لغلبة فيها. ما في إمكانية، في دول عمالة بتطاحن بهذا الموضوع، يعني أهم شيء نحن ما نفوت راسنا بالموضوع. بس أول شيء كنت شبه متأكد إنه مرحلة وبتمرق وإنه النظام مش ممكن ينهار. لا أنا بالأول قلت إنه ما بيسقط. وبعده ما صار، يعني صار لك سنتين عم تحكي أنت.
يعني انه ايه انه مثل هلا بيجي بيقول لك واحد انه امريكا بدها تخلص، ايه بعد شيء 300 سنه شو بعرفني، يمكن مش هيك واضح يعني. انه مش مستعجلين، بس ما في واحد يجي يبني سياسته انه نظام بده يسقط خلال اسابيع ويضل النظام سنتين، مش هيك السياسي يعني. وبعد سيستمر سنوات رأيي، ما في إمكانية لأسقاطه للنظام السوري، وما في إمكانية لأسقاطه لأن في تحالفاته كمان بالآخر، في روسيا في الصين في إيران بالموضوع. أنت عم تحكي عن حرب بالمنطقة، أنا عندي شعور سجلي عندك عم بحكيها ببرنامجك هلا يمكن أول مرة بحكيه، هذه المنطقة لن تستقر لسنوات طويلة بقى. طيب للأسف وئام وهاب رحبت بعودة الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، إنما بعد الاتفاق على مجموعة شروط، كيف بتلخص هالشروط بكلمتين يعني؟ بلخصها بكذا شغلة يعني. أول شيء الانسحاب من الملف السوري بعد أن تبرع هو بأنه هو بده يعني هو شريك بهذا الملف، أنا رأيي منه شريك جدي يعني، هو شريك إعلامي ولكن يعني في دول اكبر اللي عمالي بتمارس الارهاب. مين شريك جدي بلبنان بالازمه بسوريا بلبنان؟ جدي ولا الرياض؟ بالجد نحن كلنا ادوات، نحن كلنا ادوات. بس مين عم بيشارك جدي؟ لبنان يعني؟ كله لبنان كله اداه صغيره باللعبه يعني. كيف نحن الاطراف؟ نحن المشكله. طب ليه عم بيحتاجونا اذا نحن الاداه ادوات؟ بنحاول نصنع ادوار اكبر منا. نحن عندنا الاداه هون اداه نصب لانه وبندفع. ايه طبعا اداه نصب وظابطه. ظابطه 100% منيح ميشيل، اكثر نسبه اداه نصب عندنا بلبنان. ايه فعليا ظابطه منيح. هلا جاي النفط بعدين وخذ لك على نصب على شفط جزم. هونيك العلقة، هونيك العلقة. أداة جزم مع شفط. طيب شو هي هالشروط؟ لا وحدة منه الموضوع السوري، واحد منه الموضوع المقاومة طبعا، ما في سلاح المقاومة يعني في يعني طبعا يعني هذا شيء يعني كل ما يمس حماية لبنان بده يزيح عنه. لكن الموضوع السوري سلاح المقاومة وأمور أخرى بعتقد يعني بعتقد في أكثر من واحد هلق عم يناقشوا الأمر لأنه يبدو الأزمة قد تطول. خلينا نكون جديين، أنا أدعو إلى تسوية سعودية سورية إيرانية، بدون ذلك لبنان رايح على المهوار. ما في مشكلة، ما في إمكانية، إذا ما انعملت هاي التسوية نحن رايحين على المهوار. وئام وهاب كتار عم بلاحظوا أنك عم تهتم باللوك مؤخراً، شلنا شعرتين منهم حطيناهم ونحن رح تتشونا فيهم. حتى بجسمك بعناقتك بكل شيء، هيدا من يعني رح تكبر شفافك؟ لا حاول هيدا حاول لان سالتك قلت لي ما بتشجع القصة. لا ضايقوني انا ما بحس. التهبوا التهبوا عنده بليز. هيدي الحركة اللي دايما بتعملنا اياها لانه كثير هالاهتمام باللوك من مستلزمات الظهور الاعلامي او لهيك للاكتفاء الشخصي؟ لا طمرتي تستحليني. نيالة نيالة على الحمرية. رجعناك لورا. بتعرفها؟ بتعرفها حافظها يعني؟ لا حافظ يعني فينا نغنيها انا وياك وميشيل؟ لا ميشيل ونحن بنرد وراه. لا ما غنيتها هلا. هلا ما غنيتها مع اللي عم تغنيها. ايه بتغني معنا يعني. يلا يلا يلا. شب حليوة وافندي قميص وتفته هندي، قال لي بتروحي مشوار، قلت له لا ما بدي، وانا بدي 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 واكثر ما بده بدي. عم يغش بس. لا عم بس عم يتركني بنص الطريق، عم يتركني بنص الطريق مع اني بحبه. انا ناطره لحتى بدي بدي بدك بدك ولا سرمايتي اذا بدي. مش هيك بعرفه، أنا بعرفه رومانسي وبحب الشعر وشعر الغزل.
وئام وهاب بتقربك من الجنس اللطيف، تعرف كل رجل عنده طريقته يتقرب من الجنس اللطيف، كنت تسمع أكثر بدي ولا ما بدي كجواب؟ أكيد بدي. ملا شغل ملا سؤال. رح أرجع عد لك سؤال، خليني عد لك سؤال. لا لا فهمته. لا لا مش أنا قصة. فهمته. بس 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 إيه شو كان الجواب يجي إجمالا يعني؟ بدي. عنده طريقته بالتقرب، شو طريقة وئام وهاب؟ لا أنا رومانسي. رومانسي يعني في بنت بتعجبك وموجودة بسهرة وأنت موجود، كيف بتعمل؟ شو بتعمل؟ هلا شو بعرفني، هيدي لغة عيون بتصير منى، شو بعرفني؟ أوكي بعد تبادل النظرات شو بتعمل؟ يعني بدك تكفي للآخر أو للأوتيل؟ للآخر. ميشيل هي بدها تفتح مشكلة مع لين، أنا مش مستعد. لا لا خلينا نشوف كيف بتفتح لي مشكلة. كيف تقربت منها وكيف تتقرب كنت من غير صبايا؟ في لحظة معينة بيخلق فيها شيء ما فيك توصفيه، هذا الشيء بيخلق بلحظة بس بيكبر مع الوقت. بيكبر وبيرجع بيصغر مع الوقت. بعدين بيكبر. بعد ما يكبر بيصغر. بيرجع بيصغر. ما كبرت ما بتصغر. بس هو في شيء في لحظة ما فيك توصفيها يعني ما بتقري. بيخلق شيء هيك. شيء صغير. ايه وبيبلش الشغل عليه. عم تعطي تشتغل عليه. شي مرة يعني مثلا عجبتك صبية وعملت طريقة هيك غريبة عجيبة حتى تطلع تلتقط فيها؟ لا ملتوية لا 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 مش ملتوية لا انه كيف مش ملتوية يعني جربت تعرف وين بتكون بهالوقت الفلاني، جربت تنطرى قدام باب المدرسة قدام باب الجامعة؟ لا ليكي لا يعني لا هلا انا وصغير على السطح بس على سطح شو كان يصير؟ على سطح الضيعة على سطح البلدية ايه على سطح الضيعة شو كان يصير؟ هلا أول مرة صارت معي كنت عم بدرس للبكالوريا شاوبروا لبعضهم كذا ما كان في تليفونات وقتها يعني كانت الأدوات يدوية كله على الإيد كان هو عم بيحكي الإشارة عم بحكي عن الإشارة عن لغتي بوقت إنه بكالوريا أكيد أنت من الستيان منبلش الله يلعنك شو هالفضيحة مش عم نقدر عليه شو بدنا نعمل وئام وهاب قبل الفورماتيه رح نطلب منك تنتقل على كرسي الخبر بالدقيقه وتخبرنا عن سكوب او خبر بتقوله لاول مره موجوده هونيك بس هاي كرسي الاعتراف مين الخوري بس الكاميرا ما في خوري الكاميرا والجمهور بدك تخبرنا شيء منك قايله من قبل وبس ترجع منقرر لاي وسيله اعلاميه رح نعطيك بتعرفي قالوا لي اياها الموضوع هي شو حاطين لي اياها هيدي للكرسي الثاني لتبلش تحكي بدك تقول رول كاميرا رول كاميرا هي خبرية صايرة مع دولة الرئيس الفرزلي بعدني مش مخبرة ولا مرة نعم ف الرئيس الفرزلي طالع عني خبرية مرة مش 7-8 سنين قال انه انا كنت على تلفزيون الجزيره وطلع معي واحد لبناني طبعا سميه ما بحب سميه على التلفزيون وقال لي انه انتم بتقعدوا بتحكوا السياسيين وكذا انتم كنتوا تنطروا عند غازي كنعان 10 ساعات حتى لي يشوفكم قلت له انا مزبوط كنت انطر مره نطرت 10 ساعات بس انا وناطر ظهرت امك من عنده فانا وين منى وين 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 النكته انه انا معيش خبر الخبريه مالفها الي الفرزلي وبعتها للناس هو ومالفها وبعتها للناس والاحسن في شيء 1000 واحد لحد هلا اليوم بعدهم بخبروني اياه وبيقولوا لي في منهم شفناك
شفناك وقت صار معك كذا كذا، وانا ما معي خبر بالقصه. هلا تختار ويب سايت بين هالثلاث احتمالات لحتى تعطيه الخبر لا يطلع قبل ما يطلع حديث البلد نهار الاحد بالليل. هن الثلاث احتمالات هن لبنان فايلز، تيار دوت اورج، وناو لبنان. ليش حاسه انه اي واحد رح ينقي؟ انت شو بتقول؟ بدي هلا بالنص. هلا بدي اقول لك شغله، ثلاثتهم يعني اصحابنا. شك على النص احسن، خير الامور اوسطها. اوسطها تيار. تيار دوت اورج. وئام وهاب، يعني خبرتك بالسياسة عمرها سنين، بلشت صغير من صف البروفي يعني تعمل نشاطات، مشان هيك رح نعمل لك وئام وهاب وانترفيو 10 سنين. من 10 سنين كنت بتتخيل الجيش السوري عم ينسحب من لبنان بعد سنتين؟ مش بعد سنتين، بس كنت متخيله رح يطلع. بعد 10 سنين معقول يكون رجع الجيش السوري على لبنان؟ هلا هو بتعتبره مفل يعني، ملايكته حاضرة. رأيي يعني. رأيي السؤال ما بعرف يعني منه، بس أنا تقديري إذا تطورت كتير بسوريا ودخل لبنان كتير طرف بالموضوع، ما بستبعد انه يفوت على الشمال. هلا استاذ وئام، اول ما فاتوا قوات الردع من زمان كنا رشينا عليهم رز. لا الكل، لا لا انا كنت ضدهم. ما كان عندكم رز يمكن بالبيت؟ لا مش ما كان عندنا رز، انا كنت بموقع سياسي ضدهم. كان انا كنا كان نحن وقتها عم نحكي قواتنا نحن بالحركه يعني. الوطنيه ضدهم وقتها. ايه الحركه الوطنيه فجرت الجسور حتى ما تعبر. احنا كنا ضدهم وبكينا ايام عندما فاتوا. بعد 10 سنين تتوقع يكون عندك كتلة نيابية؟ أكيد. بعد 10 سنين معقول نشوفك عم تتغدى بمعراب؟ 10 سنين قبل، ليش 10 سنين؟ ليش 10 سنين؟ قبل، شو هالمشكلة؟ في تتريط أجواء مع القوات؟ لا، أخذوا رأيي موقف جريء بموضوع قانون الانتخاب. وكان ضروري واحد يقول إنه هذا موقف جريء وقت قانون الأرثوذكس، يعني إنه يعني لم يتصرفوا بانه هن بجيبه حدا. وانا بتعجبني هاي الطريقه اذا واحد تصرف فيها. كويس، اترك رساله لحالك ونحن رح نطلب من الام تي في يبعثوا لك اياها بعد 10 سنين. رساله من 10 كلمات بنعملها. اوكي اوكي. ليك مرقت عليك صعوبات كثير بالعشر سنين، ما استسلمت، ما قدرت لك هذه الصعوبات رغم انها كثير كانت صعبه، صعوبات شخصيه وسياسيه وعامه. كل اللي بتمناه عليك انه بالعشر سنين الجايه تكفي هيك، ما تستسلم، ولكن تقدر تعمل اكثر من اللي عملته بالعشر سنين الماضيه. البيض، شو البيض والمعمول قدامك والضيافة عليك. اها في ضيافة العيد هلا. بدك تضيف. انا بضيف. بدك تضيف. شرف. تفضل. ميرسي، تنعاد عليك. عليك. بلش الشباب والصبايا. يلا تفضلوا. ها
عرفونا عشان تنعاد عليكم. معمول ها شو اسمه شو مختار عرفون معمول يلا شوف معمول مبيني بتحبي المعمول يلا بدي وحده ثانيه مبيني مثلي ما بتوفري حالي